بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا قطب عثمان من قناة البستان الأخضر. كل عام حالكم بخير، بشكركم شكرا جزيلا، بشكر كل متابعين من خارج مصر وداخل مصر، بشكركم شكرا جزيلا، ولا تنسوا الصلاة على النبي. وكل عام وحالكم بخير بهلول عيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات. فيديو سريعا كده، النهاردة احنا عندنا درجة الحرارة بقت شديدة جدا، يعني احنا حتى في مصر، احنا هنا في مصر درجة الحرارة بتتخطى ال 40 و 42، يعني درجة الحرارة شديدة جدا. طب ايه انا عايز دلوقتي احافظ على النباتات بتاعتي، ايه افضل طرق ان انا احافظ على النباتات بتاعتي سريعا كده؟ اولا خد المعلومات دي، لا تروي النباتات في وقت الظهيرة، يا تروي الصبح بدري يا اخر النهار، مهم جدا. تاني حاجة، ممنوع رمي اي اسمدة، اي اسمدة حضرتك ممنوع ترميها خالص، عناصر كبرى عناصر صغرى، ده كله لوريا نطرات، وبالذات اللوريا والنطرات اوعى حد يرميها خالص. يبقى دي في درجة الحرارة شديدة بدري. عايز تسمد اخر النهار عناصر صغرى او كبرى، دي مفيش مشكلة. طيب مهم جدا التزم برش الاحماض الامانية، مهم جدا يا جماعة في الوقت الفترة اللي احنا فيه دلوقتي ده، رش الاحماض الامانية ده مقوي او مغذي او عامل زي اللي هو حافظ، او يعني وقت الاجهاد الشديد او درجة الحرارة الشديدة او وقت الصقيع الشديد بنرش احماض امانية. الاحماض الامانية بيبقى مكمل غذائي للنبات، عبارة عن منجنيز ومغنيسيوم وكالسيوم وحديد، كل ده في علبة الاحماض الامانية، وهي رخيصة مش غالية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.